ليس من السهل على الواحد أن يكون محظوظ. هذا الموقع ملوث. سوف أعد إلى ثلاث وبعد. انتظر، أليس خسارة شخص وسيم مثلي بأن يموت؟ غطي وجهك بهذا، لا سوف يلاحظ. هذا هو الوقت، ثلاثة. ها نحن عالقون. ولكنني سألتك بلطف. تماسكوا يا أصدقائي، سوف تعيشون. هل تعتقد أن باقي الأفراد نجوا؟ ليلة صعبة، من الصعب التكهن. لقد نجى الأذكياء فقط. لا تكن من الضحايا، استعمل الواقي المطاطي وأوقف انتشار مرض الإيدز.